كان لي خدام بوحدو في الدار، كان لي خدام مع وليداتو، كان لي خدام على شكل تعاونيات وجمعيات. وما ننساوش كذلك الشريك الاساسي ديال هذه التعاونيات وهي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كتلعب واحد الدور مهم في هذا سميتو ديال المشاريع. في جو من المرح والترفيه والتسويق، ويعني كل واحد يقضي الغرض ديالو ان شاء الله. ونطلب من العارضين والعارضات اولا نتمنى لهم مقام سعيد في هذه المدينه العزيزه. فاطمه عتنان، دور الدويره جماعات انشاد اقليم الشكايت بها، التعاونيه الاسم ديالها تعاونيه بهارات، تعاونيه خدماتيه، وثاني مره كتشارك في شي معرض، سيرتو المعرض ديال الصناعه التقليديه كنشاركوا اول مره. التعاونيه مختصه في في في, في الاعشاب الطبيه والعطريه، وخاصه العطريه نسنتكوني كنعرفوها بالعطريه بالاخص. جاتنا هذه المناسبه مع العيد الكبير، ويعني جاتنا فرصه، وكنشكروا الناس ديال الصناعه التقليديه والناس ديال الجهه، وكنشكر السيد العامل والسيد الكاتب اللي زارونا ورئيس الغرفه ديال الصناعه التقليديه، وكاع الناس الاعضاء اللي شاركوا في هذا المعرض هذا، وسهروا على الـ على الـ على الـ الخدمه سيرتو العارضين، ويعني في احسن الظروف. وكنتمناو ان شاء الله التعاون يزيدوا بها القدام باش نشرفوا اقليم شتوكايت بها. هذا المعرض اللي كيد في النسخه ديالو الرابعه اللي كتنظم الغرفه بشراكه مع المجلس الجماعي والمجلس الاقليمي وبدعم من عماله اقليم شتوكا، هذا المعرض اللي شارك عليه كيشارك فيه على ما يزيد على 60 عارض وعارضه، اغلبهم اختير من اقليم شتوكا يتباها، والباقي اختير من اقاليم جهه سوس ماسا. هذا المعرض متنوع بالمنتوج ديالو، كنعرفوا بان اقليم شتوكا يتباها كيزخر بعده حرف وعده منتوجات ديال الصناعه التقليديه. والهدف من هذا تنظيم المعرض اللي دابت الغرفه كتنظمه كل سنه هو اولا ترويج المنتوج وتسويق منتوج ديال الصناعه التقليديه، والتعريف بان اقليم شتوكا بها خزان الصناعه التقليديه. السلام عليكم، غاستازي كايا هو السمقورن بهرا اللي غادنشكا دنشارك زراي سمعتنا غي ايش الحين غبي كرا غ المعارض اللي الصناعه تقبورت يا هو كان يوزنونا كل اللي حفظوا بي غ الدوره نتسكوزت تنميرتنا البهرا ارنت شكار ما غادي يساهمن غميد نكولوت نغ الصحافه غ السلطه المحليه غ كل شيء الصناع التقليديه كراكات تنسي سمنز ريت نتيني ادي صالح ربي يرزقي فولكين تنميرتنا البهرا ايوزنون اكون كل اللي حفظوا بي.